لا يكون مهما. إذا فتحت البوابات الآن على بركة الله، اندفعت جيادة الإنتاج عمر الأربع سنوات بجميع درجاتها متنافسة على مسافة 1800 متر، وجازت نادي الفروسية التقديرية لرؤية المملكة 2030، قيمة الجائزة 110,000 ريال. ليبدأ الانطلاق العديم في المركز الأول، ووسق في المركز الثاني، وأتابع أيضا الملاحب من المسار الخارجي في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، وأتابع أيضا الحضور يأتي من متبين في هذه الأثناء تحديدا، بينما التقدم مع العديم بن فريندزليك في المركز الأول في منافسة هذا الشوط. العديم مع أحمد الأزهري متبين قادم، وأيضا أتابع الحضور يأتي من الملاحب، وأيضا الحضور من المسار الداخلي لوسق، وأشاهد أيضا شبل طياب من المسار الخارجي في هذه الأثناء مع استمرار التقدم مع العديم. العديم صاحب الانطلاقة المميزة ابن فريندزليك مع بداية الخط المستقيم، شبل طياب قادم في المركز الثاني. متابعين الكرام، لا زال العديم في المركز الأول، نتمنى السلامة للخيالة وللخيل. العديم في المركز الأول، التقدم يأتي من شبل طياب من المسار الخارجي في منافسة قوية، مسافة 100 متر الأخيرة يتقدم شبل طياب ابن طياب في حضور مميز أيضا للبزالي، ولكن شبل طياب على خط النهاية ينهي هذه المنافسة ويسجل الانتصار الرابع.